السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. اذا مقابله ولا اروع قدمها اليوم لاعب الدوري الجزائري رياض محرز. رياض محرز اللي كان يمر بفتره صعبه جدا، وكان يعني مستوى نتاعو عرف بعض التذبذب في الاداء نتاعو، خاصه في المقابلات الماضيه في عند انطلاقه الدوري الانجليزي، وكان يعني منح له المدرب بيب غوارديولا وقت طويل باش يحاول يرجع في المستوى، لكن رياض محرز كان بعيد جدا على المستوى تاعو رويدا، وخاصة مع التوقف هذا الدولي لكأس العالم. رياض محرز اشتغل وعمل على نفسه وحاول انه يعيد انطلاقة جديدة لرياض محرز، ليستر سيتي، رياض محرز اللي نعرفه، رياض محرز اللي اللاعب اللي عنده شخصية قوية وعنده أيضا مستوى فني ولا أروع. رياض محرز اللي كان غايب مدة كما قلت طويلة، اليوم وقبلها في المقابلة نتاع تشيلسي، مقابلة ستانفورد بريدج اللي فاز فيها نادي مانشستر سيتي بهدف رياض محرز، ويبقى دائما رياض محرز اختصاصي في تسجيل الأهداف ضد نادي تشيلسي، ولو أنه ربما المرة الأولى اللي سجل فيها في ملعب تشيلسي ضد هذا النادي العريق. صراحة رياض محرز في المقابلة في الدوري الإنجليزي سجل هدف، وكان دخوله حاسم بعد تمريرة تاع غريليتش. اليوم في مقابلة أيضا مهمة مع نفس المنافس اللي هو تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي، رياض محرز يفوز على نادي تشيلسي ويعمق من جراح هذا النادي العريق بالأسماء نتاعو، بكوليبالي، بزياش، بمونت، بالكوفاسيتش، بالجورجينيو، بالحارس كيبا، يعني بالأسماء الكبيرة نتاعو مازال غارق. وانا هذا رأيي الخاص، نظن انه مغادرة المدرب توخيل والابتعاد توخيل على هذا النادي أثر بشكل كبير على المستوى، وخلى المستوى تاع نادي تشيلسي بين مستوى نادي متواضع، هذا دون إنقاص من قيمة الفنية لنادي مانشستر سيتي والفوز المستحق بالنتيجة والأداء لنادي مانشستر سيتي 4-0 بالرأفة. إذن تشيلسي تحس باللي هذا الفريق يعني بعد مغادرة توخيل هبط المستوى تاعو، ماهوش هذا هو تشيلسي اللي تحصل على كأس دوري أبطال أوروبا، ودائما كان يكون نادي مقلق ومحرج في نفس الوقت لنادي مانشستر سيتي. ما نساوش أيضا غياب أحسن، أنا بالنسبة لي هذا رأيي الخاص، أحسن وسط ميدان استرجاعي اللي هو كانتي، نقوله كانتي ايضا لاعب بالنسبه لي انا يعجبني هذا اللاعب، نقولو كونتي قاطع الكرات، من احسن الوسط، من احسن اللاعبين قاطع الكرات في وسط الميدان بالنسبه لي على مستوى العالم. اليوم محرز، شفنا المحرز اللي ياخذ المبادره ويجازف ويدخل ويبروفوكي، ما يخافش، يحاول انه يرجع للوراء ويستلم الكرة ويعاود ديماري، يعني ما شفناش هذا كان محرز اللي باقي في المنصب نتاعو وينتظر الكرة تجيه، إذا كان فرصة تاع التوغل مليح، إذا ما كانش يبقى جالس في مكانه، ما يتحركش، ما يدومونديش البالون، شغل حشمان. الحشمة هذيك ما شفناهاش في مقابلة تشيلسي في ملعب تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وما شفناهاش في المقابلة تاع اليوم ضد تشيلسي أيضا في كأس الاتحاد الإنجليزي. قبل المخالفة محرز أعطوا له الكرة كانت شوي الوراء، يعني ما هيش يعني في الأمام، وبالتالي محرز عرفها باللي يعني هذه قراءة نتاع لاعب خبرة، لاعب عنده مستوى، لاعب فنان، القراءة باللي راحت لي الكرة نحاول أني نجيب مخالفة، أقل شيء نجيب مخالفة باش ما تروحش الكرة، لأن الكرة كانت شوي الوراء تحصل على مخالفة ولا أروع. محرز يسجل مخالفة يعني نتاع لاعبين كبار. ما ننساوش أيضا باللي نادي مانشستر سيتي حوالي 10 لاعبين كانوا في الاحتياط، منهم الحارس إيدرسون، منهم كونسيلو اللي دخل في الشوط الثاني، ويس، ستونز، روبن دياز، ريليتش، هالاند، دي بروين، يعني حوالي قرابة قريب 10 لاعبين اللي كانوا غايبين
وكاين ايضا لاعبين اللي شاركوا في الشوط الثاني. يعني هو بغى غوارديولا انه يحاول انه يشرك ثلاثه اربع لاعبين كوادر اللي هما يعني مالفين يعني دائما يشاركوا مع النادي، منهم خاصه برناردو سيلفا، فودن، ويعطي الفرصه للاعبين الشباب ونجح في المبتغى نتاعو. سيطر بالطول وبالعرض في الشوط الاول والشوط الثاني على نادي عريق، نادي اللي عنده تاريخ اسمه تشيلسي، وبلاعبين شبان، ويعطي الفرصه دائما للاعبين الشبان، لان هذا من اللاعبين الشبان هم اللي راحين يقودوا المسيره وراحين اللي يحتاجهم في المستقبل. اذا لاعبنا الدولي الجزائري المخالفه كانت كما قلت توب في التوب، لم يستطع كيبا فعل شيء، ولم يستطع ولن يقدر على صدها صراحة. مخالفة يعني من النادر نشوف رياض محرز في مخالفات بعيدة على المرمى بالطريقة ذيك، يعني لأنه يعني دائما محرز كاين مخالفات قريبة نوعا ما، لكن هذيك المخالفة كانت بعيدة. كرات أخرى لمحرز من بينها أيضا مخالفة أخرى اللي تحصل عليها برناردو سيلفا وكانت قريبة وصدها كيبا اللي كانت يعني بجنب نوعا ما على الجهة اليمنى، وصراحة إبداع دائما محرز يتواصل. أيضا كرة أخرى وأسيس ولا أروع يدرس دائما محرز. الكنترول هو الملك نتاع الكنترول، كنترول ينتظر يشوف زميله وولكر ويعطيه كرة ميليمترية، وولكر فودان يسجل هدف، يعني صراحة سينما معنى أتم معنى الكلمة، سينما إبداع. من بعدها الشوط الثاني عرف نوعا ما ركود المستوى، وهذا امر طبيعي لان سيتي فايز ب3-0، يعني يحاولوا انهم ما يبذلوش مجهودات كبيره لانه ينتظرها مقابله قويه جدا ضد مانشستر يونايتد الديربي، ويحاولوا انهم يتفادوا الاصابات وايضا اشراك بعض اللاعبين، دخول كانسيلو ودخول لويس، يعني عمل بعض التبديلات لاراحه بعض اللاعبين. رغم هذا كانت الفرصة الخطيرة دائما تجي من عند رياض محرز، وأخطر فرصة كانت من عند رياض محرز، يعني قريب الكرة تدخل الشباك، يعني قريب يعني على بعيدة قليلا فقط على المرمى. من بعدها جات ضربة جزاء اللي تحصل عليها فودان، ومحرز هو اللي سدد الضربة في يعني بقوة، ضربها فراب صراحة، يعني ما حبش يعني يبلاصيها، ضربها فراب لان كيبا انا صراحه يعجبني هذا الحارس في ضربات الجزاء، دائما يتبع ضربات الجزاء، ولو انه لو شفتوا ضربه الجزاء الاولى اللي سجلها الفاريس ارتمى لها وكان قريب يخرجها كيبا. اذا مقابله تبين انه رياض محرز كما قلت راحت له ديك الحشمه والفعاليه، لما اللاعب تجي الفعاليه راح يزيد يقدم مستوى احسن واحسن واحسن، وبالتالي رياض محرز يبين انه القضيه كان يمر فقط بوقت فراغ ولا بمده اللي جازت، كان يعني يمر بوقت صعيب ووقت فراغ اللي صراحه اللي فات عليه يعني اوقات صعبه. الان رياض محرز بعد التوقف عمل على نفسه، التربص اللي داروه في ابو ظبي جاب الفايده تاعو، رياض محرز راه يشتغل مركز مع النادي تاعو، يقدم في مستوى ولا اروع، احسن لاعب في المقابله، وكان ايضا فعال في مقابله تشيلسي في الدوري الانجليزي. رياض محرز تحصل حسب تصنيف سوفا سكور 8.8 و8.9 حسب موقع هوسكورد. اذا تنقيط رياض محرز احسن لاعب في المقابله وهو رجل المقابله. نتمنى التوفيق لرياض محرز في قادم المقابلات ومزيد من التالق، وان شاء الله نشوفوه اساسي في مقابله الديربي الكبير ضد نادي مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز. اذا في الاخير متقال مع مزيد من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.